وكان موسى يسير مع أهله وهو شارد الذهن يفكر فيما حدث. ماذا سيفعل مع فرعون؟ إن الله أمره أن يدعو فرعون إلى دين الله برفق ولين، وأن يطلب منه أن يعتق بني إسرائيل من العبودية والمذلة التي يعاملهم بها. ووصل موسى إلى قصر فرعون ودعاه لعبادة الله وحده، وطلب منه أن يترك بني إسرائيل. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ماذا؟ تريدني أن أطلق سراح عبيد بني إسرائيل؟ إنهم عبيدي وقد ورثتهم مع ملك مصر. أتقول أنهم عباد ربك؟ وما رب العالمين يا موسى؟ ورد موسى: رب السماء والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ألا تسمعون؟ وأكمل موسى دون أن يلتفت لسخرية فرعون: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ويكمل موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أبعد أن هربت كل هذه السنين تأتي إلينا بمثل هذا الطلب الغريب؟ ألست موسى الطفل الرضيع الذي التقطناه من النيل والذي لم يكن له حول ولا قوة؟ وأنا من ربيتك في هذا القصر، وصرت رجلا بعد أن أطعمتك مما أطعم منه، ونمت على فراش الآلهة، وأحسنت إليك أشد الإحسان. وقال موسى ردا على فرعون: أتقول أنك أنعمت علي وربيتني في القصر بعد أن جعلت أهلي وعشيرتي عبيدا عندك تسخرهم وتستعملهم لأغراضك الدنيوية؟ ألست موسى الكافر الذي قتل المصري والذي هرب بعد فعلته؟ ويرد موسى على فرعون قائلا: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أتريدنا أن نؤمن بربك؟ فما بال القرون الأولى التي لم تؤمن به؟ ويرد موسى على فرعون قائلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين يا موسى،
وقال موسى له: أولو جئتك بشيء مبين. ما هو هذا الشيء المبين يا نبي الله؟ أرنا إياه إن كنت من الصادقين. فألقى سيدنا موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان. أبعد هذه الحية عني. ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء. ما هذا الذي فعله موسى؟ اذهب الآن يا موسى. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إن موسى يكذب. نعم يكذب يا مولاي. لا يوجد إله في السماء. ليس لنا إله غيرك يا فرعون. وهل من الممكن أن يكون هناك إله في السماء كما يزعم موسى؟ كيف والسماء بلا عمد؟ وكيف يكون إله موسى في السماء؟ وأين مكانه فيها؟ إذن فابن لي صرحا حتى أصعد عليه وأظهر الحقيقة لموسى وللعبيد. إن موسى ساحر ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نعم لقد سحر أعيننا بما فعل. لقد رأيت هذه الفعلة من السحرة سابقا. إذن ماذا نفعل مع هذا الساحر؟ نرجيه هو وأخاه ونبعث في طلب السحرة في كل أرجاء المملكة. نعم نرسل في طلب السحرة ولتأتون بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحره ويهزمهم ويفضحوه أمام كل عبيدي. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. انهضوا أيها السحرة، أتفعلون هذا؟ وأكثر. إذن فافعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم أجر من فرعون ربكم، لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين. سنغلبه بعزة فرعون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لقد انكشف سحرك يا موسى، وأرسلت الجنود لطلب كل السحرة في مصر حتى يأتوك ويبطلوا سحرك الذي سحرتنا به لتخرجنا من أرضنا. هناك مناسبة قريبة، إن يوم الزينة سيجيء بعد عدة أيام، وسأجعلك تقف أمام السحرة وتظهر آياتك التي تؤمن بها، وإن انكشف سحرك أمام الجميع سيكون مصيرك القتل. سوف يكون اللقاء على مرأى ومسمع كل الناس. ووافق موسى وطلب أن يكون اللقاء في عز النهار. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثل
بمثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.